صباح الخير على حضرتك وعلى كل مشاهدي اليوم السابع. الحمد لله خلال هذه الفترة بنتمتع بالفعل بأجواء خريفية وطقس خريفي على معظم محافظات الجمهورية. انخفضت درجات الحرارة اللي كنا بنشوفها في فصل الصيف والارتفاعات القوية في درجات الحرارة اللي شعرنا بها مع ارتفاعات الرطوبة في فصل الصيف، وبدأنا نستشعر بنسمات الخريف خلال الأيام الماضية مع الغطاء السحابي اللي موجود واللي ظاهر قدامنا في صور الأقمار الصناعية الخاصة بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، زي ما احنا شايفين الغطاء السحابي الممتد اللي بيشمل الصحراء الغربية ومناطق من شمال الصعيد والقاهرة الكبرى وسيناء خلال ساعات أمس، واللي مستمرة معانا النهاردة على مدار اليوم. زي ما احنا شايفين الأجواء في غيوم في سماء الجمهورية على هذه المناطق وسقوط أمطار خفيفة خاصة على السواحل الشمالية الدلتا مناطق من القاهرة الكبرى، وشفنا الأمطار الخفيفة اللي سقطت على القاهرة فترات الليل كانت أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، ووجود بعض السحب الرعدية الغير ممطرة أمطار غزيرة، يعني كانت أمطار خفيفة مع سحب رعدية قاعدتها مرتفعة شوية، فالحمد لله كانت أجواء مستقرة إلى حد كبير على أغلب محافظات الجمهورية. مستمر معانا هذا الغطاء السحابي في هذه المناطق، وفرص سقوط الأمطار ما زالت مستمرة زي ما قلنا في نشراتنا اليومية على السواحل الشمالية الوجه البحري شمال الصعيد ومناطق من سيناء، وفرص الأمطار على القاهرة ضعيفة جدا لكنها ما زالت موجودة نظرا لوجود هذا الغطاء السحابي. إن شاء الله خلال الأيام القادمة هيستمر تأثر البلاد بالمرتفع الجوي القادم من جنوب أوروبا واللي بيعمل على تلطيف الأجواء. إذن على مدار اليوم بنشهد شبورة في الصباح الباكر، هذه الشبورة مش هنقول كثيفة لكنها شبورة بيقل معها مستوى الرؤية الأفقية خصوصا لما نقترب من طرق زراعية أو طرق قريبة من مسطحات مائية، بتقل مستوى الرؤية الأفقية لأقل من 2000 متر، يعني نقول شبورة متوسطة مش هنحذر بها قائد المركبات إلا كلما اقتربنا من المناطق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية. بخلاف كده الشبورة المائية تسمح بالخروج وتسمح بحركة المدارس والعمل طبعا في كافة محافظات الجمهورية. الشبورة أماكنها المتوقعة هتكون مناطق الوجه البحري، مدن القناة، شمال ووسط سيناء، مناطق من القاهرة الكبرى، كل هذه المناطق طبعا معنية بتكون الشبورة المائية اللي بتستمر معانا من الساعة 4 الفجر حتى الساعة من 7 إلى 8 صباحا بإذن الله. بعد كده بنستشعر الأجواء الخريفية والسحب اللي موجودة اللي بتسبب في سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية بداية من مطروح، اسكندرية، شمال الدلتا، أيضا السواحل الشمالية الشرقية، بورسعيد، رفح، العريش، ومناطق من شمال الوجه البحري سواء كان كفر الشيخ أو البحيرة. هذه المناطق معرضة لسقوط أمطار خفيفة غدا، قد تكون متوسطة في بعض المناطق لكن زي ما اتفقنا هتكون إن شاء الله غير مؤثرة على كافة الأنشطة اليومية. هذا المرتفع الجوي القادم من جنوب أوروبا بيتزامن مع وجود منخفض في طبقات الجو العليا، لكن مش منخفض متعمق بشكل كبير، ده اللي هيساعد أن الأجواء تكون خريفية وأن الأمطار هتكون أمطار من خفيفة إلى متوسطة لكنها غير مؤثرة. طب باقي محافظات الجمهورية، القاهرة طبعا وشمال الصعيد وجنوب الصعيد وجنوب سيناء هتتمتع بأجواء خريفية ودرجات حرارة تعتبر حول المعدل الطبيعي. لو قلنا القاهرة تتراوح فيها درجات الحرارة من 29 ل 30 درجة، محافظات شمال الصعيد تصل إلى 32 درجة، جنوب الصعيد ما بين 37 و 38 درجة مئوية، شمال ووسط سيناء تتراوح فيها درجات الحرارة ما بين 27 و 28 درجة، وجنوب سيناء ما بين 39 و 38 درجة مئوية. طيب الوصف نقدر نقوله ان يعتبر السواحل الشمالية الطقس خلال فترات النهار معتدلة في درجات الحرارة، الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد بيكون الوصف مائل للحرارة خلال فترات النهار، اما جنوب سيناء وجنوب الصعيد فنقدر نقول ان الطقس في فترات النهار بيكون حار على هذه المناطق. فترات الليل مع طول الليل بتبدأ تنخفض درجة الحرارة، بنستشعر كلنا بنسمات من البرودة في ساعات الليل المتأخرة خصوصا على مناطق من شمال البلاد، فنقدر نقول ان السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الطقس فيهم في فترات الليل بيكون لطيف في اول الليل لكن بيميل للبرودة في ساعات الليل الأخيرة والساعات الأولى من الصباح. المناطق الجنوبية سواء جنوب سيناء أو جنوب الصعيد فنقدر نوصفه بأن الطقس بيكون معتدل في ساعات الليل سواء كان بداية الليل أو في آخر الليل. بخلاف كده الحمد لله الأجواء مستقرة إن شاء الله كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية السبت والحد أو اعتبارا من يوم السبت اللي جاي إن شاء الله هتزيد كميات السحب، هتبدأ درجة الحرارة تنخفض بمعدل من درجة لدرجتين،
كميات السحب على السواحل الشمالية والشواجه البحري هتكون أكتر شوية من هذه الأيام، ففرص الأمطار هتكون أكتر برضو شوية، نقدر نقول أمطار متفاوتة الشدة تصل إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري. وإن شاء الله هنتابع مع بعض نشراتنا اليومية بإذن الله عشان نعرف تفاصيل الطقس اعتبارا من يوم السبت إن شاء الله. هل ما نشهده الأيام دي يا دكتور من سحب وأمطار متوسطة في بعض المناطق، هل ده ينبئ بأن احنا يعني على وشك أن احنا نتعرض لحالة من عدم الاستقرار؟ حضرتك يعني التفاصيل اللي احنا بنتكلم فيها دايما بتختلف من حاله جويه الى حاله اخرى، مش معنى ان في امطار خفيفه او امطار خفيفه الى متوسطه تبقى مقدمه لحاله قويه، لا طبعا ده مش مرتبط خالص بحالات عنيفه، الحمد لله حتى الان مفيش حاله عنيفه من حالات عدم الاستقرار ممكن تتعرض لها البلاد على الاقل خلال العشر ايام الجايين وفقا للتنبؤات اللي بتصدر هيئه الارصاد. نوعية الملابس بقى، الناس كتير بتسأل عن نوعية الملابس خاصة في يعني التنويه اللي أصدرته هيئة الأرصاد فيما يتعلق بانخفاض درجات الحرارة في الساعات المتأخرة والصباح الباكر، نوعية الملابس هتكون عاملة إزاي وهل نبتدي يعني نغير نوعية الملابس؟ بالنسبة طبعا خصوصا الأطفال الصغيرين المرحلة الابتدائية المرحلة الإعدادية، الفترة دي طبعا بيبقى مش متعود إن هو بيصحى بدري، بدأت المدارس الأسبوع اللي فات والأسبوع ده وبدأت معاها درجات الحرارة تتغير خصوصا في ساعات الليل المتأخرة والساعات الأولى من الصباح، الصبح ده بدري وإحنا خارجين للمدارس، طبعا لازم نوعية الملابس تختلف شوية عن الملابس الصيفية اللي كنا بنلبسها خلال فترات الصيف، يعني مش هنقول إيه نوعية الملابس بالظبط لكن لازم نكون الملابس أتقل شوية للأطفال من الملابس اللي كنا بنلبسها قبل كده، يعني لو ما فيش مانع خالص يكون في تيشيرت تحت قميص المدرسه وهم خارجين الصبح. اشكر حضرتك، العفو.